السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيت نشارككم وصفه ديال الكرعين صغار ديال الغنمي. بعد ما شوطناهم مزيان وغسلناهم هنايا تيكون كحل داك سميتو، تنبقاو نحيدو ونزولوه بالموس حتى تيتزول، لان يعني الا بقى تيجي الطبق ما زوينش، فيه هذيك البنه ديال التشواط. لذلك تنغسلوه مزيان. من بعد هنايا عندي زلافه ديال الحمص، وعندي هنايا بصله مشلضاكه مفرومه، بصله متوسطه، وهنا عندي نص كاس ديال زيت الزيتون مع زيت المائده، وهنا عندي البهارات. هنا عندي 5 ديال دروس ديال الثوم، يعني سن الثوم. هنا جوج عويدات ديال القرفه، هنا هي بابريكا يعني الفلفل الحلو الحميره، عندي معلقه صغيره ديال الملح، معلقه صغيره ديال القزبر اليابس، عندي معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الكركم، وعندي معلقه صغيره نص معلقه ديال الفلفل الاسود. على بركة الله نسيت الفلفل الحار، نص معلقة ديال الفلفل الحار، هذه اختياري اللي بغى يديرها يديرها. على بركة الله غادي نبداو. تناخد طنجرة الضغط تنضعو فيها الكرعين ديالنا، تنضيفوا التوابل، نضيف الثوم، نضيف هنا القرفة، جوج طرف القرفة، باقي لي هنا الثوم، نضيف التوابل، ثم نضيف الزيت، نص كاس ديال الزيت نضيفه، نضيف بصلة متوسطة، صافي. غادي نحطو فوق النار حتى يتشحر لنا شوية. هذا غنديرو هذا الحمص، بعدين نضيف كاس الماء، نسيت ما ضفت الكمون، دابا غادي نضيف معلقة صغيرة، حمص، نحرك الماء الكافي، صافي نسد عليها ونرجع معكم. الكرعين ديال الغنمي كتجي جاو معلكين، قالي دابا انا نقدمهم في طبق تقديم. انا ما درتش الزبيب فيهم، اكتفيتي بالحمص فقط. نتمنى يعجبكم، خلينا نقدمهم لكم طبق تقديم.
هالكون عندي هالمي بعد ما وضعتهم في الطبق التقديم، جاو معلكين. تنتمنى يعجبكم. لا عجبكم الفيديو ديروا لي لايك، واللي ما اشترك يشترك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. الى اللقاء في فيديو اخر، مع السلامه.